إدلب، حدثنا عن هذه الانفجارات وعن آخر التطورات الميدانية لديكم في إدلب وريفها. نعم، هناك كان انفجارات قوية في إدلب، أهمها كان في أرم الجوز. كان هناك انفجار قوي، وهناك كان انفجارات في بلدة كورين التي تعرضت إلى استهداف، استهدفت البلدة بأربع براميل. قذائف صاروخية من حاجز المعصرة سجل أكثر من سقوط 20 قذيفة. أيضا هناك صاروخ أرض على في منطقة كفر حية في جبل الزاوية. أيضا في جبل الزاوية استهدفت بلدة البارة بالبراميل المتفجرة اليوم صباحا، مما أدى إلى استشهاد أم وطفلتيها. أيضا هناك كان استهداف لبلدة معترم بالبراميل المتفجرة. أيضا بلدات ريف إدلب في معر دبسي تعرضت البلدة أيضا اليوم صباحا إلى غارات من طيران الأسد الحربية. استهدفت الغارة المدرسة الشمالية وسط البلدة، مما أدى إلى تدمير المدرسة بالكامل وأضرار بالممتلكات. هناك براميل الموت يوميا تتساقط على بلدات ريف إدلب من الطيران الحربي، خصوصا وقت فترة الإفطار. في سهل الروج تعرضت قرية كنيسة بني عز والقرى المجاورة لها بالقصف العنيف من حاجز المعصرة في محنبل. أيضا جبل الزاوية، أحب أن أنوه أن هناك كما نوهت قبل أن الكهرباء مقطوع عليه بشكل يومي، وهو قطع متعمد. أيضا أرجع إلى جبل الزاوية إلى دير سمبل بالتزامن مع قصف البراميل المتفجرة. هناك قصف بالراجمات من تجمع الحامدية على القرية، وما زالت الطائرات تحلق فوق القرية وتلقيها عليها. هنا على الاستيراد الدولي هناك حلب اللاذقية، هناك يوميا اشتباكات عليه، النظام يحاول فك الطريق. أنتقل إلى جسر الشغور. جسر الشغور ما زالت معركة التوحيد والإخلاص مستمرة. التوحيد المرحلة الثالثة، تحرير مدينة جسر الشغور ودك معاقل النظام في المشفى الوطني وفي معمل السكر وحاجز المنشرة والعلاوين بقذائف الآون والصواريخ محلية الصنع. نعم أبو علي الروجي، مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك، حدثتنا